او كنت كمثري موظف في الحكومه او كنت سمكري شغال في التجاره تبيع وتشتري مش لاقي شغل خالص وعلى الناس بتفتري موبايلك بالكشاف او حتى بلاك بيري مش عايز المشير واللي هو الفنجري قول بصوت عالي لا للحكم العسكري قولوا بصوت عالي رجاله وانا بس اللي بقول لا للحكم العسكري اخر حاجه بقى قصيده اسمها وصيه طرطور تمام بتقول ياما زمان قالوا في الامثال تحيا جبانها تموت مسطول اصل